السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. مرحبا أيها الأعزاء طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، ومع حل أنشطة الكتاب المدرسي من صفحة 64 إلى 69 إن شاء الله. مرحبا بكم أبنائي الأعزاء، فهيا بنا نقوم بحل الأنشطة كاملة إن شاء الله. هذه القرار الأول والقرار الثاني والقرار الثالث. القرار الأول: تنزل إلى الشارع وتعود لمنزلك، هذا هو القرار الأول. القرار الثاني: تتصل بالإطفاء. القرار الثالث: تشاهد الموقف وتبكي. تعالوا أبنائي وبناتي نصل كل موقف بالإحساس أو بماذا ستصنع فيه. تنزل إلى الشارع وتعود لمنزلك، هذا طبعا أبنائي وبناتي يسمى التردد. يبقى نقوم بتوصيل القرار الأول بالتردد. نصل القرار الأول بإيه؟ بالتردد. إذن أبنائي وبناتي، تنزل إلى الشارع وتعود لمنزلك، هذا يسمى تردد. القرار الثاني: تتصل بالإطفاء، هذا طبعا أبنائي يسمى الحزم وسرعة اتخاذ القرار. تعالوا أبنائي وبناتي نقوم بتوصيله هكذا. أما أبنائي القرار الثالث فبقي له: تشاهد الموقف وتبكي، فهذا أبنائي يسمى العجز. العجز، قوموا أبنائي بتوصيلها بالعجز. كده أبنائي فكرنا تفكيرا صحيحا. وخير نوع في القرارات الثلاثة هو أن تتصل بالإطفاء، فهذا حزم وسرعة اتخاذ القرار. والآن أبنائي وبناتي تعالوا نقرأ هذا النشاط الجميل، اقرأ واكتشف. نشاط 2 ألف. بدأ الرحالة يومهم في البحث عن مكان للتخييم، ظلوا يبحثون وارتابوا أنهم لن يعثروا على الغدير ليتيسر لهم الشرب والصيد. سبق القائد مجموعته فاجتاز طريق التل مسرعا عندما سمع صوت اندفاق الماء بعد أن قمط الجميع، وصاح سعيدا: أقبلوا! فوصلوا وأشعلوا نيرانهم على شفير النهر ليعدوا وجبة العشاء. ليعدوا وجبة العشاء، وبعد أن فرغوا عاجلوا إلى النوم ليبدأوا يوما جديدا مليئا بالمغامرة والمتعة. سأقرأ عليكم الفقرة مرة ثانية حتى تتمكنوا من فهم الكلمات. بدأ الرحالة يومهم في البحث عن مكان للتخييم، ظلوا يبحثون وارتابوا أنهم لن يعثروا على الغدير ليتيسر لهم الشرب والصيد. سبق القائد مجموعته فاجتاز طريق التل مسرعا عندما سمع صوت اندفاق الماء بعد أن قمط الجميع، وصاح سعيدا: أقبلوا! فوصلوا وأشعلوا نيرانهم على شفير النهر ليعدوا وجبة العشاء، وبعد أن فرغوا عاجلوا إلى النوم ليبدأوا يوما جديدا مليئا بالمغامرة والمتعة. واحد: استنتج معنى الكلمة الملونة من السياق واكتبه، ثم تأكد من المعجم. تعالوا أبنائي وبناتي. رقم ألف: ارتابوا. معنى كلمة ارتابوا أبنائي، تعلموا أم شكوا أم ساروا؟ طبعا ارتابوا أبنائي بمعنى إيه؟ بمعنى شكوا. نضع دائرة أو مربع أو مستطيل على هذه الكلمة هكذا، ثم نقوم بكتابتها على النقاط هكذا. شكوا. رقم باء: الغدير هو المخرج أم النهر الصغير أم الحجر؟ الغدير أبنائي وبناتي هو النهر الصغير، النهر الصغير. وتعالوا أبنائي وبناتي نكتب النهر الصغير على النقاط هكذا.
رقم جيم اجتاز. اجتاز ابني بمعنى ايه؟ كما اخذناه وفهمناها فاجتاز طريق التل، فاجتاز طريق التل مسرعا. اجتاز ابني بمعنى ايه؟ سلك. يبقى بنختار ابني وبنات اجتاز بمعنى سلك، ونقوم بكتابتها هنا. دال قنط. قنط ابنائي، تفاءل ام يئس ام خدع. قنط ابنائي بمعنى ايه؟ يئس. نضع دائرة او مربع مستطيل حول يئس وبنكتبها هنا ابنائي وبناتي يئس. رقم ها شفير. اخر النهر ام جانب النهر ام اعلى النهر. شفير ابنائي بمعنى جانب النهر. جانب ايه؟ جانب النهر. وبنضع دائرة حوله او مربع هنا هكذا ونكتبه على النقاط التي بجواره. اخر كلمة عندي او اخر سؤال واو. عاجلوا من العجل ابنائي، تجولوا ولا تأخروا ولا اسرعوا. يبقى اذا ابنائي بنختار ايه؟ بنختار اسرعوا. بنختار ايه؟ اسرعوا. ونقوم بكتابتها على النقاط هكذا. والآن أبنائي وبناتي ننتقل إلى 2. صل الكلمة الملونة بمعناها الذي يدل عليها. أبنائي وبناتي هذا السؤال سؤال جميل جدا. هذا السؤال أبنائي يعلمنا أن كلمة فرط أو فرط أو فرط لها معان كثيرة مع اختلاف حركات التشكيل فوقها. فنجد أن هذه الكلمة لها معاني أكثر من 4 معاني أبنائي، ولكن نتناول هنا 4 معاني لكلمة إيه؟ فرط. فرط الصغير العقد. فرط الصغير العقد. الكلمة الملونة هنا أبنائي فرط بمعنى إيه؟ بمعنى نثره وفرقه. فرط الصغير العقد أي نثره وفرقه. يبقى إذن أبنائي نقوم بتوصيله برقم 2، نثره وفرقه. باء فرط العامل في واجبه. فرط العامل في واجبه. فرط هنا ابني بمعنى ايه؟ بمعنى قصر وضيع. قصر وضيع. جيم انفق. انفق مالك بلا افراط او تفريط. انفق. انفق هنا ابنائي بيأمرك بأمر ان انت تنفق مالك بلا افراط. بلا افراط كلمة يعتبر ايه؟ كأنها كلمة واحدة. بلا افراط بمعنى يعني باعتدال، يعني يقول لك انفق مالك باعتدال. باعتدال. يبقى نختار ابنائي باعتدال. بلا افراط بمعنى ايه؟ باعتدال. اخر واحدة عندي ابنائي دال. سهر طيلة الليل بجوار اخيه المريض من فرط أو فرط حبه له. فرط حبه له أبنائي فرط هنا بمعنى إيه؟ من شدة حبي لأخيه. يبقى نقوم بتوصيله بإيه؟ من شدة حبي لأخيه. يبقى كده أبنائي تعلمت المعاني المختلفة للكلمة التي جذرها من الحروف الثلاثة الفاء والراء والطاء. والآن أبنائي وبناتي ننتقل إلى نشاط رقم 2 ب. بعد قراءتك النص أجب عن الأسئلة الآتية. 1. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. ألف تواعد الصيادان لاصطياد السمكات الثلاث. تواعد الصيادان لاصطياد السمكات الثلاث. هل هي صحيحة أم خاطئة أبنائي وبناتي الحلوين كما سمعنا في الدرس؟ أحسنتم، إجابة صحيحة. طيب رقم ب. عجزت السمكة الأولى عن اتخاذ القرار فوقعت في شباك الصياد. طبعا أبنائي وبناتي إجابة خاطئة، فالسمكة الأولى أول سمكة فرت قبل أن يأتي الصيادين أو قبل أن يأتي الصيادان. يبقى إذن أبنائي إجابة إيه؟ خاطئة. جيم يوجد الغدير بمكان معروف للجميع. إجابة خاطئة أبنائي، إجابة خاطئة. رقم دال
تظاهرت السمكة الثانية بالموت حتى طفت على الماء لتنجو. تظاهرت السمكة الثانية بالموت حتى طفت على الماء لتنجو. طبعا أبنائي وبناتي، السمكة الثانية تظاهرت بالموت ونامت على ظهرها حتى طفت على الماء لتنجو، وفعلا أبنائي وبناتي نجت. طيب أذكركم أبنائي وبناتي، من الذي هلك في السمكات الثلاث؟ السمكة الثالثة التي أخذت تذهب وتجيء هنا وهناك ولم تفعل شيئا، فصادوها الصيادان، ثم بعد ذلك هي الوحيدة التي تمكن منها الصيادان. 2. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ألف: الموقف الصعب الذي مرت به السمكة الثالثة، الغرق، قلة الطعام، الصيد. طبعا أبنائي وبناتي، السمكة لا تغرق وقلة الطعام متوفرة في الماء، ولكن صيدت كما قلنا من الصيادين. من إيه؟ من الصيادين. يبقى نختار أبنائي إيه؟ الصيد. باء: تصرفت السمكة الأولى بنبط، بتردد، ولا بعجز، ولا بحزم. تصرفت السمكة الأولى بتردد، بعجز، بحزم. طبعا أبنائي بإيه؟ بحزم. بنختار بحزم. آخر واحد عندي أبنائي جيم: ذهب الصيادان للغدير للتأمل في الطبيعة، ولا الصيد، ولا السباحة. الصيادان أبنائي يذهبون طبعا إلى الغدير للصيد طبعا. يبقى نختار إيه؟ نختار للصيد. والآن أبنائي وبناتي ننتقل إلى 3. استخرج من النص كلمة مرادفها قصرت، أي الكلمة التي ورد ذكرها في النص وكانت بمعنى قصرت. طبعا أبنائي قصرت فرطت. أما كلمة مضادها إدبار أخذناها أبنائي، وهي كلمة إيه؟ إقبال. مضاد إدبار إقبال. جيم: كلمة جمعها غدران، وجاءت أبنائي في النص بكلمة إيه؟ غدير، وهي مفرد وجمعها غدران. أما أبنائي الأخيرة دال: كلمة مفردها لون، جاءت في النص ألوان. ألوان. نشاط رقم 2 جيم أبنائي: على من تعود الكلمات الملونة في الجمل الآتية؟ هذا السؤال أبنائي سؤال جديد جدا، لم يرد على الصفوف التي قبل الصف الخامس الابتدائي من الصف الرابع والثالث والثاني والأول، وهي كلمة بتسألني من يعني الذي تعود إليه هذه الجملة. فتواعدا أن يرجع بشبكتهما فيصيدا. من هما أبنائي اللذان تواعدان بالرجوع ليصيد السمك الموجود بالغدير؟ طبعا أبنائي وبناتي، هذه الجملة تعود على مين؟ على الصيادين. على مين؟ على الصيادين. طيب نكتب أبنائي على الصيادين. على مين؟ الصيادين. ثم إنها للحيلة تماوتت. طبعا هذه أبنائي، هذه تماوتت بمعنى مسلت الموت. ثم إنها للحيلة تماوتت فطفت على الماء منقربة على ظهرها. إنها أبنائي وبناتي تعود على السمكة إيه؟ الثانية. السمكة إيه؟ الثانية. فالأولى قد فرت وهربت، أما الثانية فطبعا أبنائي مسلت أنها ميتة وأنها ملقاة على ظهرها. في هذه الحيلة استطاعت أن تهرب من مين؟ أن تهرب من مين؟ من الصيادين. بعد ذلك أبنائي وبناتي رقم 3: فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. إنها السمكة إيه أبنائي؟ الثالثة. السمكة الثالثة، يبقى تعود على السمكة إيه؟ الثالثة. طبعا أبنائي وبناتي، بما أن الكلام أو السؤال إجابته على الصيادين، يبقى إذن الصيادين لازم تبقى إيه؟ مجرورة وعلامة جرها الياء. على السمكة
فإذا أبنائي إذا وضعنا على قبل السمكة في هذه الحالة يجب علينا أن نمسح إيه الضمة وتكون الكلمة مكسورة، التاء المربوطة مكسورة على السمكة الثانية، على السمكة الثالثة. بعد ذلك أبنائي نشاط رقم 2 دال، أجب عما يلي، أجب عما يلي. لماذا لم يتنبه الصيادان لوجود الغدير؟ طبعا أبنائي الإجابة ستكون سهلة إن شاء الله أبنائي، لأنه بفجوة من الأرض لا يقربها أحد، كانت الغدير بفجوة من الأرض لا يقربها أحد، مما جعل الصيادين لم ينتبه إلى إيه وجود الغدير. بقي عندي أبنائي رقم 2، أي تصرف أعجبك؟ أي تصرف أعجبك من السمكات الثلاث ولماذا؟ طبعا أبنائي وبناتي نقول أعجبني تصرف السمكة الأولى، هذا إجابة الشطر الأول من السؤال، أي تصرف أعجبك من السمكات الثلاثة؟ أعجبني تصرف السمكة الأولى. لماذا؟ لماذا أعجبك؟ لأنها بادرت بحزم لاتخاذ القرار الصحيح، لأنها بادرت بحزم لاتخاذ القرار الصحيح. بقي عندي رقم 3، اقترح نهاية أخرى للقصة. يعني أبنائي وبناتي القصة كما هي، ولكن نقترح لها اقتراح أو نقترح لها نهاية أخرى غير النهاية التي إيه التي كانت كما ترون وكما سمعتم، وهو أن الصيادين صاد السمكة الثالثة التي لم تهرب. نقترح عليكم أبنائي وبناتي اقتراح، وهذا الاقتراح يوضح لنا صفة طيبة في أحد السمكات الثلاثة. نقول وبالله التوفيق مثلا أبنائي وبناتي، عندما شعرت إحدى السمكات الثلاث بالخطر صرخت بسرعة اهربوا يا أصدقائي، هناك صيادان قادمان من بعيد، احذروا واهربوا بسرعة. فنجوا جميعا من الصيد، فنجوا جميعا من الصيد. تعالوا أبنائي وبناتي نقرأ رقم 3، لاحظ واكتشف. لاحظ واكتشف نشاط 3 ألف، لاحظ ثم أكمل. نقرأ الجمل عليكم أبنائي وبناتي. 1، عالج الطبيب المريضة، فعل فاعل مفعول. عصرت الماكينة العصيرة، فعل فاعل مفعول. ساعدت البنت الأم، فعل فاعل مفعول. شرب الطفل الحليب، فعل فاعل مفعول. ألف، جميع الجمل السابقة جمل مضت. جمل إيه أبنائي؟ بدأت بعالج وساعدت وعصرت وشرب، جمل إذن جمل إيه؟ فعلية، جمل فعلية لأنها تبدأ بفعل، وكلها أفعال أبنائي إيه؟ أفعال ماضية. طيب رقم باء، كلمة الطبيب، الطبيب لاحظوا أبنائي الطبيب، وإيه تاني أبنائي؟ الطبيب التي مرفوعة بالضمة والظاهرة كما ترون، كلمة الطبيب. ونأتي بالكلمات المرفوعة بالضمة والظاهرة أيضا أبنائي من الجمل الأربعة، الطبيب والمكينة والبنت والطفل، نكتبهم أبنائي في النقاط الثلاثة، يعني إحنا هنجيب الفاعل ونضعه فين؟ على النقاط الثلاثة. يبقى كلمة الطبيب والمكينة والبنت والطفل موقعها في الجملة ماذا؟ فاعل، موقعها إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ الضمة. يبقى إذن نكتب الضمة، وهو طبعا أبنائي إيه؟ مفرد، الطبيب مفرد والماكينة مفرد والبنت مفردة والطفل مفرد، إذن علامة رفعها الضمة لأنها مفرد. جيم، كلمة المريضة، لاحظوا أبنائي كلمة المريض التي وقعت منصوبة بالفتحة، وإذن أبنائي مفعول به، مفعول إيه؟ مفعول به منصوب بالفتحة. طيب نجيب الكلمات المماثلة لها، المريض، العصيرة، الأمة، الحليبة. بنكتب الكلمات الثلاثة هنا أبنائي، هيا نكتبهم، العصيرة، الأمة، الحليبة.
موقعها في الجملة نكتب أبني مفعول به منصوب وعلامة نصبها الفتحة والظهيرة كما ترون على الراء فتحة وعلى الأم الميم فتحة وعلى الحلي باء الباء عليها فتحة. إذن أبنائي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. علامة نصب إيه؟ الفتحة الظاهرة لأنها أيضا لأنها مفردة. إذن أبنائي وبناتي الفاعل يرفع بالضمة ويأتي فيرفع بالضمة الظاهرة مثل كلمة الطبيب فهي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، الماكينة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، البنت فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، الطفل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. أما أبنائي الموقع العربي لكلمة المريضة والأمة والعصيرة والحليبة فهي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه مفرد. إذن أبنائي نستنتج من هذه القاعدة أن الفاعل يرفع بالضمة إذا كان مفردا، وكذلك المفعول به ينصب بالفتحة إذا كان أيضا مفردا. ننتقل بعد ذلك إلى نشاط رقم 3 ب. أضبط ما تحته خط في الجمل الآتية مبينا سبب الضبط. عالج الطبيب المريض. انظروا يا أبنائي إلى كلمة الطبيب المريض. تعالوا هنا يا أبنائي نضع العلامة المناسبة ونضبط، يعني حرف الباء عليه فتحة أم ضمة، الضاد عليه فتحة أم ضمة. نستنتج أبنائي من الجملة يعني عالج الطبيب المريض، لو قلنا ذلك أبنائي فتكون الجملة خطأ لأن الذي يعالج هو مين؟ هو الطبيب. إذن الطبيب يجب أن تكون فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. أما أبنائي الذي سيعالج وهو المفعول به وهو المريض يجب أن يكون منصوب بالفتحة، يبقى الطبيب هنا أبنائي مالها؟ نقول عليها إيه؟ مرفوعة بالضمة. أضبط ما تحته خط في الجملة الآتية مبينا سبب الضبط، يبقى الطبيب بنضع عليها ضمة. هيا أبنائي وبناتي في نشاط رقم 3 باء نضبط الكلمة، يعني نضع الفتحة أو الضمة، الضمة على الفاعل والفتحة على المفعول به مع طبعا كتابة إيه؟ هل هي فاعل أم مفعول به؟ عالج الطبيب المريض. بنكتبها أبنائي وبناتي طبعا بنضع ضمة على الباء لأنها فاعل. أول حاجة بنضع ضمة على الباء لأنها فاعل وبنكتب جنبها فاعل. أما المريض أبنائي وهو المفعول به نضع عليها فتحة الضاد وبنكتب جنبها مفعول به. رسم الفنان اللوحة، اللي هي من أبنائي الكلمات التي تحتها خط والكلمات هي الكلمات الملونة. الفنان كما تعلمون جاءت على النون ضمة يعني معناها هي الفاعل، رسم فعل والفنان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أما اللوحة أبنائي ليس عليها تشكيل أو علامة تدل على إعرابها فنقوم بوضع العلامة نحن، وهي طبعا فتحة أبنائي على التاء المربوطة لأنها مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. صحى الطفل من نومه. الطفل التي تهمنا أبنائي هنا والطفل هنا أبنائي فاعل، فيجب أن نضع ضمة على اللام لأنه مفرد ونقول أنها فاعل. 4 غرد العصفور فوق الشجرة. العصفور التي تهمنا أبنائي تحتها خط وملونة فنضع فوق الراء ضمة لأنها هي الفاعل. هي إيه؟ الفاعل وبنكتب جنبها فاعل. اكتشف العلماء الدواء. اكتشف فعل أبنائي والعلماء هم الذين اكتشفوا الدواء. من الذي اكتشف الدواء؟ الفاعل. من هو؟ العلماء. يبقى العلماء نضع على الهمزة ضمة وبنكتب جنبها فاعل. أما الدواء أبنائي فهي المفعول به ونضع عليها على الفتحة أو على الهمزة الأخيرة على السطر فتحة وبنكتب جنبها مفعول به. بقي عندي رقم 6 دافع الجندي عن وطنه. الجندي أبنائي هنا فاعل فنضع ضمة على الياء فتكون عندي فاعل مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة. هيا أبنائي وبناتي نقوم بوضع جمل مفيدة بحيث هذه الجمل تكون تحتوي على فعل وفاعل ومفعول. الصورة الأولى كما ترون عاملان يقومان بعملهما في الحديقة، فنكتب مثلا أبنائي وبناتي يجمل العاملان الحديقة. العاملان هنا أبنائي فاعل مرفوع ولكن مرفوع بالألف لأنه مثنى. الحديقة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وممكن نقول أبنائي يقص العاملان النباتات. يقص فعل والعاملان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الألف، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. النباتات جمع مؤنث سالم
وجمع المؤنث السالم أبنائي ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وهذا قانون خاص بجمع المؤنث السالم فقط لا غير. ننتقل إلى الصورة الثانية أبنائي، وليكن مثلا الذي يوجد بالصورة أبي، فنقول يقرأ أبي الجريدة. أبي هنا أبنائي فاعل، ولكن هذا الفاعل أضيفت إليه الياء فلم يظهر لي علامة الإعراب. الجريدة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أما الصورة رقم 3 فنقول يقود الطبيب السيارة بهدوء. يقود فعل، والطبيب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والسيارة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وبكده أبنائي كتبت الجمل وقمت بضبطها بالشكل كما هو مطلوب، ووضحت الفاعل والمفعول به والفعل. نشاط رقم 3 أبنائي وبناتي، ركزوا معي في هذا النشاط. نشاط 3 بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة لما تحته خط مما بين القوسين ثم أضبط الكلمة. ركزوا أبنائي على الكلمة التي تحتها خط. انطلقت المسابقة مساء. المسابقة أبنائي ليس عليها تشكيل توضح هل هي فاعل أم مفعول به. طبعا انطلقت وجاء بعدها المسابقة، فإذا أبناء المسابقة هنا فاعل، إذا بنختار فاعل، بنختار فاعل، لأن الفاعل هنا أبنائي أتى بعد الفعل وأتم المعنى. انطلقت المسابقة متى؟ مساء، في وقت المساء، وهو ظرف زمان. ظرف إيه؟ زمان. يبقى إذن فاعل. والضبط أبنائي ستكون المسابقة التاء المربوطة عليها إيه؟ عليها ضمة لأنها فاعل. رقم 2 أخرجت الأزهار العطر. كلمة العطر أبنائي هي التي تحتها خط، نركز عليها ونبين علامة الإعراب عليها وما هي. طبعا العطر أبنائي هنا الأزهار فاعل والعطر مفعول به، بنختار أبنائي مفعول به ونضبطه بالشكل. يبقى العطر هنا أبنائي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إذن العطر الراء عليها فتحة، الراء عليها فتحة. لماذا؟ لأن الأزهار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والعطر مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. رقم 3 أطلق الحكم الصافرة. أطلق فعل والحكم هو الفاعل، إذا أبنائي بقي عندي كلمة الصافرة وهي المفعول به، بنختار أبنائي هنا الصافرة مفعول به، ثم بعد ذلك أبنائي بنضبط المفعول به وهو مفرد، نضع على التاء المربوطة فتحة لأنه مفعول به، بقى الصافرة تاء. 4 غلى الماء في الإناء. غلى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لأن ينتهي بالياء اللينة أبنائي، تنطق ياء وتكتب، تنطق ألف وتكتب ياء. أما كلمة الماء فهي أبنائي هي الفاعل، فالماء هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يبقى نختار أبنائي على طول الماء فاعل، الماء إيه؟ فاعل. وبنضبط الكلمة الماء أبنائي بالإيه؟ بالضمة على الهمزة. ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى إيه؟ إلى نشاط رقم 3 رتب الجمل الآتية لتكون جملا فعلية، واضبط الفاعل والمفعول به إن وجد، يعني إن وجد نضبطه، المفعول به إن وجد نضبطه. الكرة ركل اللاعب بقدمه. نبدأ أولا أبنائي لأنه بيقول لي بيطلب مني أنها جمل فعلية، يبقى إذن لازم نبدأ بالفعل. أين الفعل في هذه الجملة أبنائي؟ ركل، يبقى نكتب أول حاجة ركل، ثم نأتي بالفعل اللاعب ونجعله مفعول، نجعله إيه؟ مرفوع بالضمة الظاهرة، ويأتي بعد ذلك المفعول به وهو منصوب بالفتحة الكرة بقدمه. ركل اللاعب الكرة بقدمه، بقدمه جر ومجرور. رقم 2 البدء إشارة أعطى. تعالوا أبنائي وبناتي نرتب الجملة على أن تبدأ بفعل. أين الفعل في هذه الجملة أبنائي؟ هل هو البدء؟ خطأ. إشارة؟ خطأ. أعطى؟ نعم أعطى. يبقى إذن نبدأ بالفعل، ثم الفاعل وهو القائد إشارة البدء. أعطى القائد إشارة البدء، أعطى فعل والقائد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وإشارة هنا أبنائي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. البدء إشارة البدء، البدء هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. اللوحة رقم 3 المعلم
على الحائط علق. نبدأ بالفعل لأنها جملة فعلية أبنائي، فنقول علق. من الذي يعلق أبنائي؟ المعلم يعلق إيه؟ اللوحة على الحائط. يبقى نقدر نرتبها أبنائي بهذه الطريقة: علق فعل ماضي مبني على الفتح، المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، اللوحة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة لأنها مفرد، على حرف جر، الحائط اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. 4. الباحث صفحات تصفح ال. تعالوا أبنائي وبناتي نرتب هذه الجملة. نبدأ بالفعل، أين الفعل في هذه الجملة أبنائي؟ تصفح. أحسنتم، تصفح. من الذي يتصفح؟ الباحث. إذن الباحث فاعل، فالثاء عليها ضمة لتصبح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. تصفح الباحث صفحات الكتاب. لماذا هنا أبنائي المفعول به جاء مكسور؟ نعم أبنائي، إذا وقع المفعول به جمع مؤنث سالم في هذه الحالة أبنائي ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، يجرب الكسرة نيابة عن إيه؟ عن الفتحة. وهذا القانون خاص بجمع المؤنث السالم فقط. طيب كده يا أبنائي أكون انتهيت من الشرط رقم 3 هاء. تعالوا أبنائي نشاط رقم 3 واو. أكمل الكلمة الناقصة مع الضبط حتى يكتمل المعنى، ثم حدد موقعها في الجملة. لون نبط الجدار موقعها في الجملة. لون، عايزين أبنائي نجيب كلمة معبرة وبحيث تكون هذه الكلمة فاعل وترفع بالضمة الظاهرة. لون نبط الجدار، مين اللي لون أبنائي؟ مثلا نقول لون الأطفال أو التلاميذ، هذه تصلح وهذه تصلح. يبقى لون الأطفال الجدار موقعها في الجملة أبنائي طبعا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير. اصطف نبط، اصطف إيه؟ من الذي اصطف؟ اصطف نقول أبنائي وبناتي التلاميذ في المدرسة أبنائي، التلاميذ دائما ما يصطفون في طابور الصباح، اصطف التلاميذ. هذه الجملة أبنائي كما ترون احتاجت إلى فاعل ولم تحتاج إلى، اكتفت إيه بالفاعل ولم تحتاج إلى مفعول به. إذن هذه جملة اكتفت بالفاعل ولم تحتاج إلى مفعول به، وهي كما نقول لازمة. إن شاء الله لما تكبروا هتاخدوا الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله، والفعل المتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول به واحد أو اثنين أو ثلاثة. يبقى اصطف التلاميذ موقع الإعرابي فاعل أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير. 3. هبطت نبط، هبطت إيه أبنائي؟ التي تهبط معروفة أبنائي، أحسنتم، الطائرة. هبطت الطائرة أيضا هنا أبنائي، هبطت الطائرة. نلاحظ أن الجملة اكتفت بالفاعل ولم تحتاج إلى مفعول به، فإذا الطائرة فاعل موقعها في الجملة إيه؟ فاعل. تملأ الرحمة، هنا أيضا أبنائي الرحمة فاعل، وإذا أبنائي نحتاج إلى مفعول به ويأتي منصوب. تملأ الرحمة طبعا إيه؟ القلوب، جمع تكسير بيكون منصوب بالفتحة الظاهرة، فمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كما تعلمون أبنائي وبناتي. يبقى بنكتب هنا أبنائي إيه؟ مفعول به، مفعول به. بقي عندي أبنائي نشاط رقم 3 إزاي؟ عبر عن المعاني الآتية بجمل فعلية مع الضبط. يعني أبنائي وبناتي تلاحظون أن كل جملة بدأت باسم، سمير اسم، والأمم اسم، والزيادة السكانية اسم، والمعلم اسم. تعالوا أبنائي نبدأ الجمل إيه؟ نجعلها فعلية. متفوق، نأتي بفعل من كلمة متفوق، ولا نستطيع أن نأتي بفعل من كلمة سمير لأن سمير هو الاسم. إذن أبنائي متفوق نقول يتفوق مثلا سمير، نقول مثلا أبنائي أو تفوق سمير، هذه تصلح وهذه تصلح. نقول أبنائي تفوق سمير، تفوق فعل ماضي، تفوق خلي بالك فعل ماضي مبني على الفتحة، أما سمير فهي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الأمم متقدمة بأبنائها، تعالوا أبنائي وبناتي نجعل هذه الجملة فعلية، فنأتي بفعل من كلمة متقدمة فنقول تتقدم الأمم بأبنائها أو تقدمت الأمم بأبنائها، هذه تصلح وهذه تصلح. إذا نقول أبنائي أي واحدة فيهم بحيث يكون فعل، تتقدم الأمم بأبنائها، تتقدم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الأمم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، بأبنائها، أبنائها، بأبنائها هنا أبنائي وبناتي جار ومجرور وليس يوجد في الكلمة إيه مفعول به. الزيادة السكانية ملتهمة كل الموارد.
نأتي بفعل هنا أبنائي من كلمة ملتهمة، فنقول تلتهم الزيادة السكانية كل الموارد. نقول تلتهم الزيادة، تلتهم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الزيادة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، السكانية نعت لكلمة الزيادة فهي تصفها، كل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، الموارد مضاف إليه. المعلم رقم 4 دافع تلميذه للتفوق. دافع هنا أبنائي ليست فعل ولكن بنأتي بالفعل منها، فنقول دافع المعلم تلميذه للتفوق، دافع، يبقى كده أصبحت الجملة إيه؟ فعلية. أو يدفع المعلم تلاميذه أو تلميذه للتفوق، هذه تصلح وهذه تصلح. معكم إلى نهاية هذا الدرس، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني أبنائي في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وسلام الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته، وانتظروني أبنائي وبناتي في لاحظ وتعلم لهذا الدرس، لاحظ وتعلم إن شاء الله، سأقوم بحاجة. وهناك درس الطب. وقدم العالم الرازي خير للبشرية. نلاحظ هنا أبنائي وبناتي يوجد بعض الأخطاء في كلمة مثلا العالم، درس العالم، العالم هنا بها خطأ أبنائي لأنها منصوبة بالفتحة وهي فاعل، فالفاعل كما درسنا أبنائي يرفع بالضمة الظاهرة، وهذا أول خطأ. أبو بكر الرازي، درس العالم أبو بكر الرازي الكيمياء خطأ لأنها مفعول به، والمفعول به ينصب بالفتحة. إذن أبنائي نبدل الضمة الموجودة على الهمزة ونضعها إيه؟ فتحة. وهو في سن صغيرة، وعندما بلغ العالم، بلغ فعل ماضي، العالم، العالم هنا أبنائي أيضا خطأ، فالعالم هنا فاعل والفاعل يرفع بالضمة ولكن جاء هنا منصوب بالفتحة وهذا خطأ. 30 رحل إلى بغداد وهناك درس الطب، الطب مفعول به كما تعلمون صحيحة. وقدم العالم، العالم هنا خطأ أيضا لأن العالم فاعل والفاعل يرفع بالضمة الظاهرة. الرازي خير، خير هنا خطأ أيضا، فخير يجب أن تكون منصوبة بالفتحة لأنها مفعول به منصوب بالفتحة. تعالوا أبنائي وبناتي نكتب الفقرة كتابة صحيحة مرة ثانية إن شاء الله، ثم بعد ذلك نضع مربعات أو دوائر على كل إيه؟ على كل خطأ. لاحظوا مع ابنائي وبناتي كتبنا درس العالم، يبقى الصحيح هتبقى ايه؟ العالم ابو بكر الرازي الكيمياء، نصحح كلمه الكيمياء ونجعلها منصوبه. وهو في سن صغيره وعندما بلغ العالم، العالم نصححها ايضا ونجعلها مرفوعه بالضمه الظاهره. 30 رحل الى بغداد، نصحح هذا الخطا ابنائي، سنقوم بتصحيحه. وقدم العالم، العالم هنا بها خطا فصححناها، كانت منصوبه وجعلناها مضمومه بايه؟ مرفوعة بالضمة. الرازي خيرا مفعول به نصبناها بالفتحة. إذن أبنائي وبناتي تعالوا نضع مربعات على كلمات الخطأ، العالم خطأ، الكيمياء خطأ، العالم خطأ، العالم أيضا خطأ، خير خطأ. هذه الكلمة الخطأ قمنا بتصحيحها هنا أبنائي وبناتي. بعد ذلك ننتقل إلى نشاط 4 باء. أعود لقصة سأحاول من جديد وأستخرج 5 جمل فعلية محددا الفاعل والمفعول به واكتبها. أول جملة أبنائي وردت مثلا، بنكتب أي جملة بس بشرط أن يكون فيها فعل وفاعل، فعل وفاعل ومفعول، أو ممكن نكتب فعل وفاعل. فنقول دخلت بسنتو غرفتها، دخلت فعل ماضي مبني، فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التانيث، بسنتو فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، غرفتها مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. الجملة الثانية، ضمت الأم ابنتها، ضمت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التانيث، الأم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ابنتها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. الجملة رقم 3 يا ابنائي، قطع المدرب فكرها، قطع المدرب، المدرب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد، فكرها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. الجملة رقم 4، كانت بسنت شاردة الذهن، كانت، كان فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التانيث، بسنت
فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد، شاردة مفعول به، شاردة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، الذهني مضاف إليه مجرور علامة جر الكسر الظاهرة. ونجيب جملة أبنائي ليس بها مفعول به واكتفت بالفاعل، وهي مثلا هي قالت الأم، فعل وفاعل فقط، فعل وفاعل فقط. طيب إذا أبنائي أين المفعول به وأين الفاعل؟ ها هو أبنائي، ها هو الفاعل، ها هو الفاعل، ها هو الفاعل، ها هو الفاعل المدربة، ها هو الفاعل بسنتو. كده أبنائي وضحت إيه الفاعل. أما أبنائي وبناتي بعد ذلك بالنسبة للمفعول به سأضع لكم خط تحت إيه كلمة إيه المفعول به. غرفتها مفعول به، ابنتها مفعول به، فكرها مفعول به، شاردة مفعول به، هكذا أبنائي وبناتي. هنا أبنائي وبناتي صححت لكم كلمة إلى بغداد كانت خطأ، رحل إلى بغداد، لاحظوا إلى بغداد. واحد هنا يقول لي يا أستاذ لماذا كلمة بغداد منصوبة وهي اسم مجرور؟ أقول له يا بني هذه الكلمة إن شاء الله ستأخذ درس الممنوع من الصرف، وهي الكلمات الأعجمية القديمة تمنع من الصرف، يعني تنصب بالفتحة، تجر بالفتحة نيابة عن إيه؟ عن الكسرة، تجر بالفتحة نيابة عن إيه؟ الكسرة. إذن لو تحب تجاوب أي مثلا معلم سألك سؤال لماذا بغداد هنا منصوبة تقول له لأنها ممنوعة من الصرف، لأنها ممنوعة من الصرف لا تجر، الممنوع من الصرف لا يجر، لا يجر بالكسرة. كده يا ابني وضحنا هذا الإيه السؤال، وننتقل إلى نشاط آخر. والآن نشاط 4 جيم، أضبط كل فاعل ومفعول به في الفقرة حتى يكتمل المعنى الصحيح. كتبت المدرسة نشرة توعوية للتلاميذ، كتبت المدرسة نشرة توعوية للتلاميذ قبل بداية الدراسة. يحرص الجميع على سلامة التلاميذ، لذا يأمر المدير تلاميذ المدرسة بارتداء الكمامة وأن يستخدموا المطهر، يستخدموا المطهرة، هنا المطهر طبعا مفعول به لازم تبقى منصوبة، بين الحين والآخر، وألا يستخدم تلميذ، هنا فاعل يبقى لازم تبقى مرفوعة بالضمة الظاهرة، أدوات زميلي، أدوات هنا مفعول به يبقى لازم تبقى إيه مرفوعة منصوبة بالفتحة. وإذا شعر التلميذ، التلميذ هنا فاعل يبقى إيه مرفوعة بالضمة، التلميذ بأعراض ما فعليه أن يبلغ طبيب المدرسة، يبلغ هو طبيب المدرسة. تتمنى لكم المدرسة، تتمنى المدرسة فاعل هنا يبقى لازم يبقى مرفوع بالضمة الظاهرة، الصحة، الصحة والسلامة. إذن تعالوا أبنائي وبناتي نقوم بوضع علامة الإعراب الصحيحة على كل كلمة ملونة باللون الأحمر. كتب، كتبت المدرسة، المدرسة فاعل يبقى لازم يبقى عليها ضمة، لازم يبقى عليها إيه ضمة. نشرة توعوية، نشرة توعوية يبقى نشرة هنا نضع عليها إيه فتحتين لأنها مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. توعوية هنا تعتبر نعت للكلمة التي قبلها مثلها، لتلاميذ قبل بداية العام أو قبل بداية الدراسة. يحرص الجميع، الجميع فاعل يبقى لازم نحط عليها ضمة، على سلامة التلاميذ، لذا يأمر المدير فاعل يبقى لازم نحط عليها ضمة عراء. تلاميذ المدرسة، التلاميذ هنا مفعول به يبقى لازم نحط عليها فتحة. المدرسة بارتداء الكمامة وأن يستخدموا المطهر، يستخدموا فعل، وهم أو الواو هنا هي الفاعل، الواو واو الجماعة هي الفاعل، أما المطهرة فهي إيه المفعول به فيكون منصوب بالفتحة. بين الحين والآخر، وألا يستخدم تلميذ لازم تبقى إيه، تستخدم هنا تلميذ مفعول فاعل يبقى مرفوع بالضمة الظاهرة، أدوات يبقى إيه منصوبة لأنها مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، زميله طبعا زميلي هنا ايه ادوات زميلي مضاف اليه مجرور بالكسره. واذا شعر التلميذ فاعل يرفع بالضمه الظاهره، باعراض ما فعليه ان يبلغ، يبلغ هو طبيب المدرسه مفعول به، طبيب هنا ابنائي مفعول به منصوب علامه النصب بالفتحه الظاهره لان الفاعل غير موجود هنا، يبلغ هو ضمير مستتر تقديره هو المدرسه، المدرسه هنا مضاف اليه. تتمنى لكم المدرسه، تتمنى المدرسه مفعول به فاعل، والفاعل يرفع بالضمه الظاهره، الصحه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. كده يا ابنائي قمت بوضع وضبط كل كلمة حمراء
بالعلامه الصحيحه لها من فعل وفاعل، من فعل وايه؟ من فاعل ومفعول به، من فاعل وايه؟ ومفعول به. ننتقل بعد ذلك الى النشاط رقم 4، عدل اكتب عن الفلاح وهو يخطط لعمله ويتابعه حتى تصل الينا الثمار التي ناكلها، على ان يشتمل ما تكتبه على جمل فعليه بها فعل وفاعل ومفعول به، مراعيا الكتابه الصحيحه وضبط الفاعل والمفعول به. نكتب يا ابنائي وبناتي هذه الجمل: يحرث الفلاح الارض، يحرث فعل، الفلاح فاعل، الارض مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره، ثم يبذر فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره، الفلاح فاعل مرفوع بالضمه الظاهره، البذور مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره، هي دي اول جمله. الجمله الثانيه: يروي فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره، الفلاح فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره، الارض مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره. فصله: ثم ينقي الفلاح، الفلاح فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره، الزرع مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، من حرف جر، والحشاء اسم مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره. ننتقل الان ابنائي وبناتي الى نشاط 4 د: اكتب عن الفلاح وهو يخطط لعمله ويتابعه حتى تصل الينا الثمار التي ناكلها، على أن يشتمل ما تكتبه على جمل فعلية بها فعل وفاعل ومفعول به، مراعيا الكتابة الصحيحة وضبط الفاعل والمفعول به. تعالوا أبنائي وبناتي نكتب بعض الجمل التي تعبر أو التي يكون بها فعل وفاعل ومفعول به. ها هي أبنائي وبناتي الجمل: يحرث الفلاح الأرض، يحرث فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد، الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ثم يبذر الفلاح البذور، يبذر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، البذور مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ننتقل إلى الجملة الثانية أبنائي أو للسطر الثاني: يروي الفلاح الأرض، يروي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، أو يروي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة لأنه ينتهي بالياء، الفلاح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فصلة: ثم ينقي الفلاح الزرع من الحشائش، ينقي فعل والفلاح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد، والزرع مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، من الحشائش جار ومجرور. يرعى الفلاح زرعه حتى ينمو، يرعى فعل والفلاح فاعل وزرعه مفعول به. ثم يحصد الفلاح المحصولة، يحصد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، المحصولة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. 5، شارك أبنائي نشاط 5 ألف: أجري حوارا تخيليا دار بين السمكات الثلاث بعدما عرفت بقدوم الصيادين. الحوار أبنائي وبناتي، تعالوا نكتب هنا حوار: السمكة الأولى ماذا تقول؟ والسمكة الثانية ماذا تقول؟ والسمكة الثالثة ماذا تقول؟ هيا أبنائي وبناتي: انزعجت سمكة وقالت لابد أن نهرب، انزعجت سمكة وقالت لابد أن نهرب، هذه السمكة الأولى. فردت الثانية بالموافقة بسبب قدوم الصيادين. أما السمكة رقم 3، أما الثالثة فقالت: لماذا أهرب فأنا الهرب، يمكنني الهرب من الشبكة، يمكنني الهرب من الشبكة. هذا هو الحوار الذي دار بين إيه؟ السمكات الثلاث. نشاط 5 ب: طلب منك معلمك وبمشاركة زملائك تقديم قصة السمكات الثلاث وتمثيلها لتلاميذ مدرستك، وزع مع مجموعتك الأدوار ثم تدربوا عليها. طبعا أبنائي وبناتي، من الذي ورد بالقصة؟ السمكة الأولى، السمكة الثانية، السمكة الثالثة، الصياد الأول، الصياد الثاني، هذم هم أبنائي أبطال القصة: السمكة الأولى، السمكة الثانية، السمكة الثالثة، الصياد الأول، الصياد الثاني. هيا أبنائي وبناتي كل منكم يتناول مثلا
البنات كل منهن مثلا ياخذ دور ايه، السمكه الاولى، وبنت تاخذ السمكه الثانيه، والبنت الثالثه تاخذ السمكه الثالثه، وطبعا الصياد الولد الصياد الاول، والولد الثاني الصياد الثاني، وهكذا. وقوموا بتمثيل هذه ايه المسرحيه او هذا الدرس. نشاط 5 بعد ذلك، ابحث عن قصة أخرى من قصص كتاب كليلة ودمنة على شبكة المعلومات، ثم املأ الشكل التالي: عنوان القصة، شخصيات القصة، الفكرة العامة للقصة، الدرس الذي تعلمته. هذه أبنائي وبناتي مثلا قصة تناولناها، عنوان القصة الثعلب والطبل، شخصيات القصة ثعلب طبلة معلقة على شجرة. بعد ذلك الفكرة العامة للقصة، صوت الطبلة المرتفع يخدع الثعلب من كتاب كليلة ودمنة. الدرس الذي تعلمته، الشكل قد يخدع الفرد، التجربة تكشف الحقيقة. هذه أبنائي وبناتي قصة، ابحثوا عنها على النت وستتعرفون عليها إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك أبنائي وبناتي إلى نشاط 5 دال، وهو اكتب ما يملى عليك. خطة الاملاء ابنائي وبناتي سامليها عليكم، او اكتبوها وتعلموها، حتى اذا املاها عليكم المعلم ان شاء الله ستتمكنون من كتابتها كتابة صحيحة. هذه ابنائي لا تنسوا ايها الاعزاء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.